السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غنطرقوا لواحد الموضوع. اليوم موضوع باش نعرف راسي واش فيه الجن ولا ما فيهش، حيت كاين واحد النوع ديال الجن تيكون متلبس في الإنسان، واخا دير الرقية باش يبانش، واخا دير جميع التحصينات، واخا تقرا كتاب الله ما تيبانش. على داك الجن ما تيكونش فيه بالداخل، تيكون هو خارج، ومرة تيجي مره في الشهر ولا مره في شهرين، الا هذا تيجي تيغيرني تيعصبني تيدير لي مشاكل وتزيد هذاك النوع. باش انا غنسيطر عليه وباش غنعرفو وباش غادي نحبسو، اشنو غادي ندير؟ كاين واحد التجربه خلاوها الشيوخ وتورثت شيخ عن شيخ وتورثت الاجداد ديالي رحمهم الله، ثم خلاها لي الشيخ ديالي رحمه الله. عندنا القطران وانا شخصيا تنعمل بيها وتنعالج بيها الناس. عندنا القطران، عندنا ثوب ازرق هكذا، نشد ثوب ازرق، والثوب الازرق اللي نختار اشنو هو؟ يكون شي ثوب ماشي ميكا، حيت كاين واحد الثوب تيكون من نوع ديال الميكا، يكون ثوب يعني ثوب هكا، ندير السكوتش من التحت. عندنا بريكه، عندنا مقص هكذا، غادي نشد الثوب هكذا غادي نطلب القطران هكذا، هكذا، ثم هكذا، ثم غنشعل فيه النار. هكذا ثم نطفيه، ثم غيبدا الدخان، ثم داك الدخان نقربو الانف ديالي وغادي نشمو وغادي ننعس، وكون على يقين اختي اخي غادي ضروري غادي يتحرك هذاك العار يدفك، وغادي تعرفو رؤية أو حقيقة. إما غادي يكون سيف قط أسود، إما في كلب أسود، إما في سيف تعبان، إما في سيف شي حيوان يعني مرعب، ولا شي هاد العلامات في الليل عرف أن راك جن متلبس وماتي حاضر في الجسد ديالك، يعني خارجي. لأن كاين واحد الجن متيكونش تلبس بالجسد، تيكون خارجي، مرة تيجي يغير هذاك الجسد، وتيجي مرة يغير ديك الشخصية.